نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة الآيات والحديث على جدران المساجد؟ هذه مشوشة، تشوش على الناس. أما كتابة الآيات على الجدران سواء في المساجد أو غيرها فإنه من البدع. لم يعهد عن الصحابة أنهم ينقشون جدرانهم بالآيات. ثم إن اتخاذ الآيات نقوشا في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يعني يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر، ولا شك أن هذا عبث، عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت بلغة بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هدي السلف. وما الفائدة من كتابة على الجدار؟ يقول بعض الناس لعل يكون تذكيرا للناس، فنقول التذكير يكون بالقول لا بكتابة الآيات. ثم إنه أحيانا يكتب على الجدار ولا يغتب بعضكم بعضا، وتجد الذين تحت الآية هذه يغتبون الناس، فيكون كل مستهزئ بآيات الله. إذن كتابة الآيات لا في المساجد ولا على جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وأنه قد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا. أما في البيوت فلا بأس أن يكتب حديثا يكون فيه فائدة، مثل كفارة المجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا فيها تذكير.